مساء الخير متابعينا في السعودية. نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة ونشطت الرياح المثيرة للغبار والأتربة في منطقة الإحساء. أما درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض بتسجل 29 مئوية وأجواء غالبا صافية ونسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح 16 كيلومتر في الساعة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الخميس في عموم المناطق نبدأها شمالا، وسكاكا بتسجل نهارا 41 مئوية و26 ليلا، عرعر أيضا 41 نهارا 26 ليلا، وتبوك 40 نهارا و24 درجة مئوية ليلا وأجواء حارة جدا. المناطق الغربية مع المدينة منورة 42 نهارا 30 ليلا واحتمالية لهطول زخات رعدية من الأمطار، مكة المكرمة 41 نهارا وأتربة مثارة و30 ليلا، الطائف بين 33 و23 واحتمالية لهطول زخات الأمطار رعدية، وجدة بين 34 نهارا و31 درجة مئوية وغيوم متفرقة. المناطق الجنوبية الغربية وأبها بتسجل نهارا 31 ليلا 19، الباحة بين 30 و 19، وكل من أبها والباحة تتأثر بحال عدم استقرار الجو تهطل على إثرها زخات من الأمطار رح تكون رعدية إن شاء الله. جازان بين 37 نهارا و 29 تنخفض ليلا وأجواء غائمة جزئية. المناطق الشرقية الدمام بتسجل نهارا 40 ليلا 32، حفر الباطن بين 42 نهارا و 31 ليلا وأجواء صافية ومشمسة، الإحساء بين 44 نهارا و 29 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا. المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض 41 نهارا 32، كذلك الحال بريدة بتسجل نهارا 41 وليلا 31 واحتمالية لهطول زخات من الأمطار في منطقة بريدة رح تكون رعدية، وحائل هناك احتمالية لهطول زخات من الأمطار أيضا 39 نهارا و28 درجة مئوية، وكما نلاحظ درجات الحرارة بتلامس 40 درجة مئوية في هذه الأيام إن شاء الله. متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.